49 عام مضت على ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. هذه الحرب التي أعادت العزة والكرامة ليس فقط للمصريين ولكن للعرب جميعا. حرب أكتوبر العظيمة وما بها من أمجاد وبطولات الحقيقة سطرها أبطالنا وشهدائنا اللي ارتوت بدمائهم أرض سيناء الحبيبة علشان نسترد أرضنا ونسترد كمان كرامتنا وعرضنا. بطولات لو فضلنا نتكلم عنها محتاجين لسنوات وسنوات، وبرغم من ذلك وبرغم من مرور 49 عام ولكن لازال هناك أسرار وبطولات نحكي ونتكلم عنها لسه ما عرفناهاش. الحقيقة أن حرب أكتوبر بكل أسرارها وكل كواليسها، ولكن هي ستظل دائما أبدا مكتوبة بحروف من نور بيسجلها التاريخ المصري. ملحمة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني بتدرس في كل الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم كله. النهاردة هنحاول نحن نتكلم عن بعض هذه البطولات المتعلقة بحرب أكتوبر، ونشوف كمان المصريين وجهود المجتمع المدني لتخليد ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، للتعرف على أبطال هذه الحرب، على قصص أبطالها وقصص شهدائها من خلال لقائنا النهاردة في صباح اسكندرية. وخلوني أرحب بضيوفي المشرفيني في استوديو الهواء. النهاردة معانا الأستاذة منال المغربي مدير مكتب المجموعة 73 مؤرخ، وكمان معانا الأستاذ أحمد حسني نائب مدير مكتب الإسكندرية. صباح الخير، أهلا بيكم، مشرفينا في صباح إسكندرية. أستاذة منال، خلينا نبتدي يعني كلامنا وندي تعريف أكتر لسادة المشاهدين عن المجموعة 73 مؤرخين. إمتى بدأت؟ طبيعة عملها إيه؟ الهدف من تكوينها؟ خلينا نبتدي الأول في إمتى بدأت. احنا من زمان قوي موجودين، لكن بدأت فعليا 2008، بدأت تشتغل على ارض الواقع وتنزل تسجل مع الابطال ونوثق معاهم بداية من 2008. تم اشهار المجموعة 2016. الهدف منها هو التوثيق مع الابطال لحرب اكتوبر. كان ايه السبب بقى؟ السبب ان احنا اكتشفنا ان احنا عندنا جيل طالع ما يعرفش حاجة عن حرب اكتوبر خالص، غير المعلومات الموجودة في كتاب التاريخ، او الفيلم بتاع الرصاصة لا تزال في جيبي بالزبط. او الاغاني اللي بتنزل وخلاص على كده، لكن ايه هي تفاصيل الحرب؟ يعرفوا ايه اللي حصل؟ محدش يعرف. وكمان ظهرت موجة اللي هي مصر ما انتصرتش في حرب 73، وبيجي دايما مع ذكرى انتصار الحرب السوشيال ميديا تتغرق بما يسمى لغط كتير ان مصر ما انتصرتش في حرب 73 واليهود هم اللي انتصروا. وللأسف اكتشفنا ان في ناس مصدقة الكلام ده. فكان واجب علينا بقى احنا في الفترة دي ان احنا نبتدي ندور على الأبطال الحقيقيين اللي شاركوا في حرب 73 ونجيب منهم المعلومة منهم هم شخصيا. فبدأنا نشتغل معاهم ونسجل معاهم، نسجل معاهم تسجيلات ونعمل لقاءات وبث مباشر، وعندنا مقالات مكتوبة على الموقع عندنا وبينا بطولاتهم. أشكال مختلفة للتوثيق، يعني كتير. ممكن توثيق عن طريق الكتابة، مقالات بالزبط. ممكن تسجيلات صوتية ليهم، مواد فنية مباشر. وعندنا احنا عندنا أساسا موقع رسمي، الموقع الرسمي بتاعنا دوت بيدخلوا ما لا يقل عن 33 مليون زائر سنويا من 111 دولة. ما شاء الله. احنا اكتشفنا ان الموقع بتاعنا بيتقرا بره اكتر من بيتقرا هنا في مصر. يعني الناس مهتمه بالتفاصيل اللي احنا بننشرها من بره اكتر من عندنا هنا. وفي مقالات بياخدوها الصحف الاسرائيليه من عندنا، بيقتصوا حتت من الموقع عندنا وبيعلقوا عليها. وده حاجه كانت بالنسبه لنا مهمه جدا، يعني ان احنا متشافين وان احنا قاعدين لكم في كل كبيره وصغيره. انت اثرتي فضولي يا استاذه منال، انا عايزه اعرف يعني الموقع الاسرائيلي لما بتعلق على المنشورات اللي بتحطوها على الموقع الخاص بالمجموعه 73 مؤرخين، يعني اديني كده بيعلقوا بيقولوا ايه؟ لا امثله. بصي، هم عندهم هناك ملكه التزييف، شاطرين قوي في حته التزييف. فلما بيوافق كلامنا مع كلام مثلا
حد من عندهم كان مسجل من من تستشهدوا بيه بيستشهدوا بقى كلامنا، بصوا حصل كذا بصوا كذا. فاحنا بقى عارفين ان هم متابعيننا كويس قوي وشايفين كلامنا حلو قوي. يعني طب خلينا نروح للاستاذ احمد ومجموعه 73 مؤرخين وفكره حقيقه اكتر من رائعه ان احنا نوثق لاحداث حرب اكتوبر العظيمه، نوثق كمان لاسرارها، نوثق لبطولات المحاربين والمجندين في هذه الحرب. يعني تفاعل حضرتك مع الفكره كان ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، انا بالنسبه لي يمكن كنت مهتم شويه كتير جدا بحرب اكتوبر وبالتاريخ العسكري بتاعنا حتى قبل لما يعني انضم للمجموعه. في حاجات كتير قوي اتعلمتها من المجموعه من خلال بقى ان احنا بنسجل مع الابطال وبنقابلهم وجها لوجه. احنا في عندنا مصر فيها اساطير، يعني يمكن حضرتك شفتي فيلم الممر وكده. طبعا فيلم الممر ده يعني طبعا هو قصه للاسف خياليه، بس الملاية اتعدى واحد على ألف من البطولات الحقيقيه اللي حصلت في الحرب فعلا، سواء بقى بطولات المجموعه 39 قتال او بطولات الصاعقه او الطيارين المصريين مثلا في معركة المنصورة الجوية 53 دقيقة 62 طيارة مصرية بتقابل أكتر من 120 طيارة إسرائيلية، وفي الآخر إحنا نكسب المقاعد تعتبر من أطول المعارك الجوية في التاريخ. أكيد طبعا. فإحنا في عندنا أساطير، واحد زي اللي هو سمير عزيز اتعمل عليه كتاب اللي هو بارون المجد، ده يعني يعتبر أشهر واحد. أو بارون المجد يعني حتى الاسم بتاعه يعني اللي هو المجد. طبعا معروف ان هو يعتبر امهر منطار بالميج 21 خارج الاتحاد السوفيتي في العالم، في العالم كله على مستوى العالم ككل، على مستوى العالم. يعني كان سجلنا مع زمايله بيقولنا ده كان معروف ان طيارته دايما البطن بتاع الطياره بتاعت سمير عزيز متخربش من تحت، لانه ده بيطير على ارتفاع واطي، ارتفاعات منخفضه، ان هو بتحك في الشجر. فاحنا ده على المهاره. طبعا يعني احنا في حرب اكتوبر المفاجاه بتاعتنا مش السلاح او مش الخطه او مش يعني المفاجاه الحقيقيه في المقاتل المصري، العنصر البشري بالزبط. يعني صحيح خير اجناد الارض، المقاتل المصري اللي كان يعني اتدربوا تدريبات كانت عنيفه جدا، ويمكن كانت خسائرهم في التدريب اكتر من خسائرهم في المعركه. عندنا ابطال زي ابطال كبريت اللي اتشرفنا ان احنا سجلنا معاهم. تخيلي حضرتك ناس تحت الحصار 134 يوم تحت حصار كامل، ضرب ليل نهار مع العدو، وفي الاخر يعني وصلوا ان يعني اول حاجه ان الاسرائيليين كانوا بيتحايلوا عليهم والنبي استسلموا. اجهدوهم بالظبط، مفيش حاله اجهاد واعياء طبعا. بالظبط. ويمكن احنا شايفين على الشاشه طبعا بطل الحرب وسلام القائد والزعيم محمد انور السادات، يعني تعبنا شهيد. شهيد طبعا، ورمز حرب اكتوبر، استراتيجيات العالم كلها. حرب اكتوبر دي غيرت فكر الناس بره عن الجندي المصري، عن العقيده المصريه، عن البطولات المصريه، عن كل حاجه. هم دلوقتي بره بيدرس لحد ما مازال بتدرس في نهايه الاكاديميات العسكريه على مستوى العالم حرب اكتوبر والسيناريو بتاعها الحقيقه، وتحطيم اسطوره الجيش الذي لا يقهر، والحياه وخط بارليف الحصين الذي يعني اول حضرتك حاجه يعني انت عندك كان احنا في المجموعه اثبتنا عارف عيد القوات البحريه 21 اكتوبر طبعًا. اللي هو تدمير المدمره ايلات. طبعا دي كانت اول مره بتشفع لا المدمره ايلات غير الرصيف الحرب المدمره ايلات كانت احنا اثبتنا ان يعني احنا اليوم ده غرقنا مدمرتين مش مدمره. كانت ايلات ويافو. طبعا للاسف عشان خاطر يعني ظروف لسه طالعين من هزيمه 67 ومحدش عنده ثقه في الاعلام ساعتها، اضطرينا ان احنا نلتزم بالاعلان الاسرائيلي اللي هي ايلات بس. لكن الحقيقه كانت ايلات ويافو، وسجلنا مع الابطال ابطال ممدوح منيا وابطال لطفي جد الله، سجلنا معاهم واثبتنا فعلا لا احنا اليوم ده مدمرتين مش مدمره، دول تقريبا كانوا تلت الاسطول الاسرائيلي. دي من الحاجات اللي حضرتك استفدتها يا استاذ احمد من خلال التوثيق للاحداث بتاع حرب 73، عندك تفاصيل يمكن مش اي حد من حتى المصريين يعرف. ده حقيقي. ده حقيقي. ده حقيقي. بصي انت لما بتيجي تسجلي مع حد بتحسي ان انت عشتي تجربته.
بتتفاعلي معاها مع الاحداث اللي بيقولها، بيضيف لك فوق خبرتك خبره وفوق عمرك عمر. انت بتحسي انت عجزتي، انت طالعه من عنده، عندك حمل على كتافك، مسؤوليه توصيل كل الكلام اللي هو قاله وحكاه. وبعدين بتشوفي بقى انطباعه ما بين نفسه وما بين فرحته بالنصر. انا قعدت مع ابطال عياطه بقى لما بيفتكر النكسه وقد ايه كانوا راجعين مهزومين وزعلانين ومقهورين ومقابله الشعب ليهم، والفرق بقى في الانتصار وانطباع ده عليهم وفرحتهم، رغم ان هم فقدوا زمايل كتير ليهم وشافوا اهوال اهوال. واقل واحد فيهم بيتعمل عنه مسلسل، احنا شفنا مسلسل زي مثلا الاختيار والممر ومش عارفه ايه، المسلسلات دي عملت انطباع حلو قوي في الشارع وسابت اثر نفسي على الاطفال كمان. يعني احنا برضو بنستنى استاذه منال، يعني مسلسل الاختيار جمع تاني افراد كل افراد الاسره المصريه، يعني الاسره كانت بتجتمع قدام شاشات التلفزيونات لمتابعه مسلسل الاختيار ده، غير الروح الوطنيه بقى والاحساس بالولاء والانتماء اللي خلقوا المسلسل وفيلم الممر. انا عايزه اركز بس على ان دي يجي بقى القوه الناعمه طبعا وتاثيره الفن وتاثيره استخدامه الصحيح، ان انا انمي في شريحه للشعب فقد الهويه بقى وانتماء. وانا عندي جيل طالع فقد الانتماء فقد الهويه، جيل بيسمع مين، جيل بيقرا ايه، جيل بيشوف ايه. انت عندك الاطفال دلوقتي طول النهار قاعدين على الموبايل موبايلات بلاي ستيشن، مفيش قدوه، ما عندهاش بلاي ستيشن. احنا دورنا دلوقتي ان احنا بنحاول نقدم لهم القدوه. يا جماعه لا، البلد فيها ابطال، معلش مع احترامي الشديد، مش البطل بتاعك مش بتوع المهرجانات او الممثلين ولا من الكرتون، مش الكرتون ده هويه، في هويه ضايعه. يعني لا، انت في عندك ابطال وابطال بجد عملوا حاجات اسطوريه. طيب ده خليني اسالكم بقى استاذ احمد، اهميه يعني فكره التوثيق اللي انتم بداتوا تعملوها من خلال مجموعه 73 مؤرخين، توثيق لاحداث حرب اكتوبر، توثيق لبطولات الابطال والضباط والمقاتلين والمجندين، اهميه التوثيق ده ايه؟ اهميه التوثيق ده ان احنا نوري للناس لا، احنا بلد كلها ابطال، بلد فيها مثل وفيها ناس تصلح ان هي تبقى قدوه للشباب اللي طالع، عملوا حاجات يعني تفوق الخيال. صحيح، يعني تكاد تكون اسطوريه. بالظبط، يعني لما حضرتك لما مثلا فصيله صعقه تتصدى للواء مدرع اسرائيلي بحاله، مفيش وجه للمقارنه اساسا خالص يعني. وبتوقفوا المفروض مثلا مطلوب منك ان انت توقف اللواء المدرع ده 6 ساعات، توقفه 48 ساعه بحاله. لواء مدرع يعني اكتر من 50-60 دبابة مش قادرين يتحركوا من فصيلة صاعقة 30 واحد. طيب البعض يعني بيتهم الشباب يا استاذة منال بان هم يعني في حتة التخاذل مثلا، ولكن لما تم عرض مسلسل الاختيار وفيلم الممر شفنا قد ايه الشباب تفاعل مع المسلسل واهتموا بمتابعة التفاصيل واهتموا بان هم يعرفوا الاحداث الحقيقية. فالخلل فين؟ هل في المحتوى؟ هل في طريقة المعالجة؟ هل في عدم تسليط الأضواء بشكل مباشر؟ زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي تفعيل دور القوى الناعمة سواء وسائل إعلام أو دراما أو سينما أو حتى مسرح؟ اللي بيتقدم إيه؟ هو ده السؤال. أنت عندك مساحة فضائية كبيرة جدا، قنوات كتيرة جدا، إيه المحتوى اللي بيتقدم؟ كله معلش يعني كله ما بيرتقيش للمستوى اللي ان انا اوعي وازرع في نفوس عيالي اللي في المدارس، في الجيل الجديد، الاجيال الجديده، الوعي والانتماء للبلد. انت كل اي عيل دلوقتي عايز اسافر ليه يا ابني؟ مش عاجباه البلد، ما بيحبهاش. انا امتى بقى ازرع في الحته دي؟ لا بلدك، لا وطنك، حب. انت لما بيسمع مثلا، كنا زمان نسمع اغنيه مثلا ورده، انا على ربابة بغني، يعني ما بتتعرض لما بتتعرض دلوقتي بتحرك مشاعر ماشي حد بيسمعها، مفهوم اللحن لوحده حتى من غير الكلمات. بالظبط، المفروض الاعلام يركز على الحاجات دي، يظهر برامج جديده، يظهر الابطال الحقيقيين اللي شاركوا في حرب اكتوبر وما قبل حرب اكتوبر، اللي لسه الله يرحم طبعا اللي ماتوا منهم، ويطول في عمر اللي عايشين لحد دلوقتي ويديهم الصحه والعمر، يطلعوهم في الاعلام يتكلموا ويحكوا بطولاتهم ويقولوا عملوا ايه. ممكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبه بياكد على الجزئيه دي، ان يكون في سماح لزياره الاماكن العسكريه طبعا المسموح
احنا بنعمل رحلات، احنا عندنا في المجموعه بنعمل رحلات للمناطق العسكريه اللي هو متحف الطيران، وبنعمل لخط بارليف، وبنروح تبت الشجره، وبنروح اماكن عسكريه، وما تتخيلش قاعده محمد نجيب كده، وما تتخيلش عملنا زيارات لمصنع الطائرات، موقع يوم موسى، موقع تبت الشجره، ده تقريبا بنطلعهم سنويا عشان خاطر نفكر الناس. يعني هو الشباب اليومين دول مظلوم للاسف. قعدنا فترة كبيرة قوي، حرب اكتوبر بتتلخص في الضربة الجوية، اول طلعة جوية وشكرا. لا معلش، حرب اكتوبر طبعا في اسلحة مختلفة، في بحرية وفي مشاة، في مدفعية، اكبر من كده بكتير جدا. يعني فيلم الطريق الايلات مثلا، فيلم كويس وكل حاجة، بس حضرتك بتتكلمي في عملية طريق عمليات ايلات اللي هي المينا، 5 عمليات مش عملية واحدة. يعني انا كنت مرة بقول ابطال نبيل عبد الله، قالوا انتوا كان كنتوا ايه رايحين المنشيه وجايين، مش رايحين ايلات، مش رايحين تدمروا. لا فعلا حسيت ان هم بيروحوا المنشيه ويرجعوا. طبعا يعني مش رايحين المياه الاقليميه الاسرائيليه. بالظبط. حاجه زي ما قلت لحضرتك، تدمير المدمره ايلات ويافو. الناس كتير قوي ان احنا فاكرين ان احنا المدمرين مدمره واحده. فعلا هو الاعتقاد السائد او الكلام دايما يعني في معظم العام على ايلات فقط يعني. بالظبط. لا احنا اثبتنا في الواقع ان هم لا، كانوا 2 ايلات ويافو. طيب يعني طبعا من خلال توثيق الاحداث اللي حصلت خلال حرب اكتوبر من خلال مجموعه 73 للمؤرخين، اكيد عدى عليكم قصص وبطولات مختلفه يا استاذه منال، مظبوط؟ بالظبط. طيب القصص اللي تفاعلت معاها وحسيت انها اثرت فيك؟ الله يرحمه لواء الحديدي، كان احد ابطال المنشاه، وحضر حرب اليمن وكل الحروب لحد 73. الراجل ده اتضرب بصاروخين، اول صاروخ شال رجله اليمين، ثاني صاروخ شال رجله الشمال، ووقعت عليه الدشمه، وهم الجنود اللي كانوا موجودين شدوه طلعوه ونقلوه على المستشفى، افتكروه مات ودخلوه الثلاجه، قعد يومين في الثلاجه على اساس ان هو خلاص ميت وهيطلعوه، وفجاه الدكتور اكتشف ان صبعه بيترعش، قالوا لا ده لسه في روح، دخلوا له عمليات وعملوا له اجراءات والاسعافات وربنا كرمه وحي. الراجل ده تشوفيه نتيجه الحاجات دي، طبعا السمع تقل خالص، مش عارفه ايه، صحته متبهدله بتاع، وعنده ابنه شهيد طيار ما شاء الله، الله يرحمهم جميعا. تخيل لما يجي بقى، انا ما روحت سجلت أبطال نماذج يعني مضيئه، محتاجين ان احنا نسلط الضوء عليها علشان تبقى قدوه. اما روحت سجلت معاه، كمية الحماسة اللي بيتكلم بيها، ونفسه يرجع تاني، ونفس الزمن يرجع تاني عشان يخدم البلد وحب البلد. يعني حتى مثلا الحادثة اللي تعرض لها دي ما أثرتش على نفسيته بحاجة، بالعكس دي زادت إصرار وعزيمة وحب للبلد أكتر. نفسي بقى نشوف ده في أطفالنا اللي موجودين دلوقتي. يمكن احنا بنشوف ده في تكريم أسر الشهداء، ونشوف أمهات الشهداء وهم يعني، والأم بتقول لا أنا عندي ولد واثنين وثلاثة، هقدم الثاني وهقدم الثالث والرابع، بيحاولوا ان هم برضو يقدموا الرسالة للأجيال الجديدة ان احنا قد كده بنحب بلدنا، مش هنعز عليه حتى اغلى حاجة عندنا اللي هم اولادنا. ما انتش بتشوفي بره بيعمل ايه، بره بيعمل ايه، بيعمل من ابطال من كرتون. صحيح. عشان يصدروا للعالم صورة احنا اقوياء، احنا كبار، احنا تقال، احنا لينا تاريخ، احنا بالسرقة، بالرغم ان احنا هنا في مصر عندنا ابطال حقيقيين. صحيح. موجودين ناس عايشه في وسطنا، عملوا حاجات كتيره، ضحوا براحتهم وراحت بيوتهم واولادهم وحاجات كتيره جدا، ومحدش عارف عنهم حاجه. بره هزائمهم بيعملوا لها افلام وبيعتبروها بطولات، يعني بيعتبروه تاريخ. دانكيرك كده تاريخ. اسرائيل بتحتفل بانتصارات اكتوبر زينا بالظبط، انتوا انتصرتوا في مصر، احنا يعني في جولان. يعني دانكيرك مثلا ده يعتبر من هزائم المخزيه جدا للحلفاء، عملوا لها فيلم وطلعوها ان هي بطوله ان هم قدروا ينسحبوا. فقال حضرتك بقى بناس زي ما قلت لحضرتك، كبريت 134 يوم صمدوا ان هم، طب يا جماعه اخرجوا من غير سلاح، لا طب اخرجوا بسلاح، استسلموا، لا طب والنبي خرجوا، ابوس ايديكم، يعني وصلوا الاسرائيليين معاهم بهذه المرحله. والناس لا يعني بروح اسطوريه بتقاوم، بتحتفظ بالموقع بتاعها، ما سلموش الموقع،
خالص غير القوات المصريه تاني بعد فك الاشتباك. استاذ احمد، مع كل القصص والحكايات والبطولات اللي بتعدي عليكم من خلال توثيقكم لاحداث حرب 73، اكيد طبعا بيبقى فيه قصص وحكايات ممكن العقل ما يستوعبهاش او المنطق يبقى مش متقبلها. الايمان والعقيده بتاعه المقاتل والجندي المصري، تفسيرك ليها ايه او شفتها ازاي من خلال القصص دي كلها؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا يعني هي فعلا زي ما حضرتك بتقولي، هي مجرد عقيده وايمان. وعقيده وايمان زي ما بيقولوا لا راسخ. راسخ، يعني كان مستحيل. يعني احنا كنا بنواجه الاسرائيليين، احنا اللي في موقف المهاجم، احنا اللي جايين في ارض مكشوفه، هم مستخبيين في خط بارليفو في الدوشن بتاعته بيتحاموا فيها. احنا بالم اللي كان على القناه بالظبط، احنا ابطالنا لا داخلين بصدور عاريه، داخلين بيرموا نفسهم على فتحات المزاغل بتاعت الرشاشات عشان خاطر يوقفوا الرشاشات عشان بقيه القوه تعدي وهم يستشهدوا. يعني بيبحثوا عن الشهاده مش همامهم الموت. وصلت ان يعني موقع زي عيون موسى اللي هو كان يعني بيزيد في السويس، كان مبهدل السويس، المدافع 175 ملي حاجه كده عملاقه. وصلنا ان القوات المصريه خدته بدون مقاومه، الجنود الاسرائيليين سابوه هرب. برغم ان ده كان من المواقع الحصينه جدا، يعني ممكن يقعد يمكن كان بيرهب الاسرائيليين العزيمه والاراده والايمان ورسوخ العقيده عند المقاتل المصري اكتر من السلاح نفسه. اهم حاجه في حته كمان الضغط النفسي اللي كانوا متعرضين له الجنود بعد النكسه، عايزين ياخدوا الطرد، عايزين يستردوا كرامتهم ويرجعوا اعتبارهم. دي كانت نقطه مهمه جدا بالنسبه لهم. انا متعرض، انا كجندي شايل عار نكسه، فانا لازم اجيب حقي وحق ولادي وحق زمايلي وحق كل البلد عامه. فهم كانوا محطوطين تحت ضغط نفسي. عشان كده لما ادوهم امر العبور الجنود بتاعتنا كانوا شبه الوحوش. وعلى فكره استاذه منال، مش بس الجيش والمقاتل المصري، ولكن الشعب المصري ككل عنده حته مواجهه التحديات، وان في الازمات بتلاقي الشعب كله على قلب رجل واحد، متلاحمين متكاتفين، ودايما بنقول على الشعب المصري مالوش كتالوج. عشان كده اقول لحضرتك حاجه، احنا في يعني الناس كانت بتقول لك لا الثغره ومش الثغره، وعشان كده الاسرائيليين ديفرسوار بالظبط. احنا عندنا فيديوهات بعد فضل الاشتباك والجنود الاسرائيليين بينسحبوا، رافعين صور الرئيس السادات، الاسرائيليين رافعين صور السادات وبيضربوا اللي هي الطلقات المضيئه، ان هم فرحانين ان هم قدروا يهربوا من الديفرسوار وهم لسه عايشين وعايشين. اللي بيقول لك احنا ساعات لا، الاسرائيليين فرحانين ان هم هربوا اساسا. طبعا ان هم يعني نجوا بحياتهم بالظبط. خلاص كان الديفرسوار كان معمول لها اللي هي الخطه شامل. كان الرئيس السادات قال لكيسنجر، انت عندك قصاد كل عسكري انا عندي اربعه، ممكن اصفي لك الثغره دي في ساعات. صحيح، يعني واحنا خلاص يعني كنا تخطينا كمان فكره ان احنا بنحارب اسرائيل، دخلنا ان احنا بقينا نحارب الولايات المتحده الامريكيه. بالظبط، امريكا دخلت بتقولها، كانت الطيارات بتيجي امداد الجو من المخازن في المانيا وفي امريكا نفسها على مطار العريش على طول. صحيح، الدبابه كانت بتتاثر ما كملتش 150 كيلو، لسه ما مشيتش حاجه. بالظبط. الحقيقه يعني بطولات جميله وبنفخر بيها كلنا كمصريين، وامجاد لجيشنا العظيم لدرع مصر الواقي، قوات المسلحه المصريه اللي بنوجه لها كل التحيه وكل الاحترام والتقدير، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. قدرتوا ان انتم ترجعوا العزه والكرامه لكل المصريين بل للعرب جميعا. ربنا يحمي جيشنا وقواتنا المسلحه ويفضل دايما هو مصنع للرجال ودرع مصر الواقي. انا بشكركم على تشرفكم لينا النهارده، كل سنه وانتم طيبين، اتمنى لكم دايما التوفيق. بشكر ضيوفي الاستاذه منال المغربي مدير مكتب المجموعه 73 مؤرخين، والاستاذ احمد حسني نائب مدير مكتب اسكندريه. مشاهدينا، انتصارات اكتوبر و49 عام على هذا الانتصار العظيم، وحرب سوف تظل دائما ابدا محفوره بحروف من نور في سجل التاريخ المصري، تتحكى وتتحدث عنها الاجيال جيل من بعد جيل. نفخر بابطالنا وبجنودنا وبضباطنا وقواتنا المسلحة المصرية. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا النهاردة. صباح السلام.